السلام عليكم، خواتم مباركة وكل سنة وانتم طيبين. فكان الشهر ده تمام، بيقزع بدل ما نشوف وجه ربح القروف هذا وسليل الخرافة وتربية المشعوذين. إنما نكع للمشهد زي السعلة. خلونا نشوف إيش خرجوا من الغيبوبة اللي هو عايش فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحمل ليلة 19 من شهر رمضان، تحمل ذكرى هي من أقسى الذكريات في تاريخ أمتنا الإسلامية، ذكرى فاجعة. وأيما فاجعة. خير خير خير، إيش حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب استر يا رب. قول قول أقرقتنا، أنت أصلا ما فيش من وراك إلا المصائب. فاجعة كان لها تأثيرها الكبير في أمتنا الإسلامية، واستهدفت علما عظيما وهاديا كبيرا من هداة الأمة ومن عظماء الأمة. أنت متأكد يا بسمة؟ متأكد؟ من فين جبت الخبر هذا؟ متأكد أن الضحية اسمه هاديا؟ ليش ما فيش أخبار وصلنا ولا عاقل؟ يا قسم الأخبار، يا قسم الأخبار فينكم؟ يا قناة بلقيس، حبيبي يا ريس، حبيبي يا ريس، يا أحمد الزرقاء فينك؟ فين القط؟ حتى العوتي بيبكي عليه، وأنت ولا طلعت عاقل ولا شيء؟ يا شرعيته، فين حسن هذا؟ حيث عمد في ليلة 19 من شهر رمضان من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشقى الأمة، عمد إلى استهداف أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف كيف كيف؟ علي بن أبي طالب؟ هيا احنا والرفلة حقك، هيا احنا والمرفلة حقك يا حوثي، نكعتوا بطوننا احنا وكنا نحسبوا الرئيس. حبيبي يا رئيس، عاد شي معك أفكار، عاد شي معك خبار، ونصيح قاسين لقسم الأخبار ونزعق المدير صياح، مو نقول له ذا الحين. يا شباب تطمنوا، الشرعية بخير، طلع ان دار كاذب، ابن كاذب، حتى ما فيش تشابه أسماء. مو يا عبدو، مو يا عبدو، طبزك لذا الخبر، يقول لك معزية بعد شهرين مجددة لكل الهبالات. هذا الرجل الذي الأمة في أمس الحاجة إليه وإلى الاستفادة منه، وفي مرحلة مهمة من تاريخ الأمة ومن أكثر مراحل تاريخ الأمة حساسية. حساسية ولا قربا؟ حساسية هذه يقول لكم المقربين تتركوا الموز، الموز يا عبدو قربعة، تبطلوا الموز لأمريكا والبيض لإسرائيل والموت بيخب اليمن، ولو تبطلوا الحشيش ده اللي يبهذلكم ما تستقر الأمور. الناس في مفاوضات وتحت قصف ووسط حرب وشهرين، وبان كيمون قد يستخدم مع الغريب، ولا خلى منقوع الشمال لو شربه، ولا خلى حلتيث لو شربه من كثر ما يعرب عن قلقه، والبنكرياس حقه قرح، وانت طلعت لي تدول لي على ابن أبي طالب والأمة بحاجته يا ليلى. اتجه بن أمية إلى استهدافه وإلى إزاحته ليتمكنوا من الوصول إلى أهم موقع في التأثير على الأمة. قلت لي بني أمية، ها؟ يعني ما عادش القرآن هي السبب، ها؟ ولا الحكومة هي السبب فيما وصلت إليه، ولا بسندوه هو السبب، ولا الرئيس الطاعشي هادي هو السبب، ولا حزب الإصلاح الطاعشي برضو، ولا عادل عدوان السعود الصهيو أمريكي بنغال زنقباري. طلعت الحكاية ثاني خالص، عبد حوثي برم أمها تخديرة في القرف ونقب عن المشكلة. المشكلة معاوية خطف الحكم من علي وعياله قبل 1400 سنة. براءة يا كولومبيين، براءة يا بلاك ووتر. الشخوة ابن الحوثي يقول لكم باردون سوري، مش انتم اللي ها غرماء عار وطلعوا بني أمية. وبناء على هذه المستجدات كان لازم يتحرك التحرك السليم، التحرك الرادع، الموت لبني أمية. يا خير الله اركبي،
شاس وقيام فشخوة العصر والأوان. القائم من آن بني بنبات بن عبد بناف ابن كلاب سيوقف بني أمية عند حدهم. راح يوجه أصحابه يقتلوا 8 شباب مبزقين قات في النادرة بإب بأكثر من 15 طقم وهم في القرب حقهم. قال لك هذه خلية داعشية لقيناهم يربطوا بأحزمة ناسفة والله ما معاهم إلا ربلات حق القات. 8 شباب ولا واحد منهم اسمه معاوية أو أمية، يعني ولا واحد ينتهي نسبه إلى ابن كلاب القدر المشترك لبن أمية وبني هاشم. تحمل هذول المساكين وعشرات آلاف اليمنيين عبء انتقام اللي يقولوا أنهم عيال علي من عيال معاوية. صراع إحنا كيمنيين ما لنا حناش داخل فيبو من ذيك الأيام من قبل 1400 سنة. يا عبد الحوثي جاي تلطم لي اليوم وتنوح وتتباكي على مقتل علي بن أبي طالب وتدول لي ثارات من معاوية وبني أمية؟ أنا بقول لك فراح علي ومعاوية وكل شلة قريش هذه. تعال اسمع، شوف يا قرد القروف، في مادة اسمها العلوم، ما تعرف صح؟ لو إنك درسته فاتك ما طلعت أهبل في خطابات زي وجهك هذه. من ضمن العلوم هذه شيء اسمه علم الأحياء. هذا العلم يشرح بالضبط فين ممكن يروحوا الناس والكائنات لما يموتوا، يعني يموتوا مقتولين، يموتوا بشرقة قاتل لا سمح الله من بني بنبات ولا من عيال عمهم بني شارون. كل البشر لما يموتوا يتحللوا، وبعد 100 سنين وبعد 100 سنين إيش؟ يرجعوا مواد عضوية تغور في الطبقات الأحفورية ويتجمعوا على شكل إيش؟ بترول. على شكل إيش؟ كمنو يعجبك الحاجات على شكل بترول. وبما أن أصحابك وغرماءك كلهم لهم أكثر من 100 سنة ميتين، فيعلم الله في أي دبة قد طلعوا وفي أي سوق سودة قد بعتهم. جاي يقول لي الأمة ويقتل شبابه، بس اللي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أشقى الأشقياء. أنت والله يا حوثي أشقى منه بمئات المرات. هيا أوش ولا نخص.